بمناسبة تشرين، وين وصلت القضية المرفوعة ضدك من قبل النائب علاء الركابي؟ يعني واقعا ما مبلغ بأي قضية ضدي، يعني اتهمكم بضربة ومحاولة تصفيته جسديا داخل البرلمان، واتهمك حضرتك مع النائب علي تركي. ستمنى احنا نبني دولة، وبالتالي انا ما اتبع الشو والاعلامات والتصريحات والاعلام والتصريحات وما شابه، والاثارة فتن نحاول نتجاوزها ونثبيها الى الامام بناء لبلدنا يعني.